السلام عليكم. الو، اسامه معايا؟ انت على الهوا يا فندم، اتفضل. ايوه، انا ابني برضك شايل ثلاث، شايل 6 مواد برضك. ستة؟ 31%. 36%؟ 6 مواد. ليه ما كانش بحل ولا ايه؟ حضرتك ده مراجع كله، يعني كله مع مدرسينه وهو من الاوائل، وكان بيذاكر ليل ونهار. ليه كده بيعملوا فينا ليه كده؟ ليه 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 يا حضرتك؟ يعني ليه احنا مش عارفين؟ احنا بنموت وبنتعذب بقالنا من الصبح. ليه 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 حضرتك ليه يعملوا كده؟ كده هو اتبسطوا يعني؟ ليه ليه الله يا رب. يعني عايزين حل، احنا عايزين حل لحضرتك. انا عيوني ورمت من كتر العياط، وابني يعني عيوني ورمت من كتر العياط. شكرا. الله يا فندم، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك.